18 ديز متشافين في 18 مطبخ ليفربول حلقة الخامسة والسادسة من المتأكد من الرقم. لكن خلينا نبدأ. طبعا حضرون قطعت عندي السلسلة أسبوع كامل ولعبت الحين بإذن الله وراح نرجع لكم بإذن الله تقريبا كل ثلاث أيام أو كل يومين مقطع جديد من هذا السلسلة. طبعا هذا الشهر شهر انتقالات، فشفت اقتراحاتكم في لعيبة ما أقدر أجيبه مزيك روتشيسكا أقدر راح انتهي فما راح أقدر أجيبه. فخلينا نشوف مركز انتقالات اللعيبة اللي عندي. طيب عندنا تريبر، لا توه راح فولسبيرغ. تيتي برضه اخترحته توه راح منبله. تيتي غالي شوية. ماكسيم لوبيز زين، بنطالب كويس. بس قبل خلينا نتأكد من الميزانية كم. 38 مليون فما راح تكفي الصراحة. احنا نحتاج ظهير يمين. خلينا نشوف هنا فوز من سيعارة حكيم، لا مو كويس، جربت كثير. ستيرلينج لا كويس، هو حكيم بس قد جربته ما ابغى اجرب مره ثانيه. ظهير ايمن خلاص شكله ما راح نجيب. ف خلينا نحسم صفقه الوسط. يب خلينا نحسم صفقه خط الوسط فنحذف متيتي اللي ما راح نقدر نجيبه. ماكسيم لوبز ولا بنطالب نجرب؟ لا انا بالبنطالب برضه جربت فما عندنا ماكسيم لوبز. خلينا نبدا مفاوضات معاه وان شاء الله نجيبه. طيب ما راح نقدم لهم عشرين مليون، لا 19 ما هم الورق، ما ادري كم طاقته بس 19 ان شاء الله ينجح معانا باذن الله. خلينا نجيب لاعب ذا 19 مليون دور فريق متقطع. اوكي موافقين، متقطع بس العقد لا مو بربع، الباقي خمسه بس كذا. يا اخي حلو الرقم، كيف خمس سنوات شرط جزائي قبول ما نبغى. العقد راح نعطيه 90,000 اسبوعيا، اتوقع كذا كافي. يب قبل اللاعب ويلكم تو ليفربول. فوقعنا رسميا مع ماكسيم لوبيز، احتمال تكون دي الصفقة الوحيدة في انتقالات اذا ما نباع لعيبة. ف خلينا نستدعي ماكسيم لوبيز في هذا التشكيلة. بس كده نسوي كيتر رجع من الإصابة اصلا، كيتر سجل. ظهير ايمن راح نجيب، نلعب بثلاث مدافعين افضل، في مدافع عنده ثالث لا نجيب ويليامز. طيب رجع هيربي كين، نجيب ماكسيم لوبز اللاعب الجديد ما انتبهت له. فين لوبز ممتاز 74، فراح اعده في التشكيله وارجع لكم. طيب اوكي فاحتمل الصفقه رسميا، جبنا المدافع الفي ماوسون عشان تكتمل تشكيله احتياطيه. خليني اوريكم الحين التعديل الجديد، بس خلينا نجيب مدافع ماوسون. هذه التشكيله راح تكون كاريوس كلافان ماوسون لوفرين، ولا نخلي كلافان هنا لان بطيء. ديونج ماكسيم لوبيز تشامبرلين مورينو وريجي طبعا يلعب الدبل عشان كذا لعبت في المركز ستورج شكيري. فهذه التشكيله احتياطيه انا اشوفها جدا ممتازة ومناسبة حتى وقت آخر. فالمباراة الجاية قدام بيرلي راح نسوي سكيب، فنقول بسم الله وإن شاء الله نفوز. طيب مدرب أو لعب ديونج بدال ميلر، حلو فزنا 2-1. فقير سجل وفيرمينيو سجل، فجبنا ثلاث نقاط من أمام فريق بيرلي. المباراة الجاية قدام ريدينج نلعبها بالاحتياطية. طبعا المفروض الفريق يفوز لأن هذا بطولة مهمة جدا اللي هي الإمارات FA Cup. طبعا تحية لكل متابعين الإماراتيين وأيضا كل اللي يتابعون ذا المقطع، تحية. فيلا نروح لمباراة ريدينج. بعد عندنا السيتي في الكاس. طبعا الكاس الثاني مو مهم، احتمال ما نلعبها، لكن حقت السيتي بإذن الله الفيديو راح ألعبها
إيه لأن زي ما قلت لكم الكاس هذا اللي هو في الكب مو مهم، لكن هذا الإمارات في الكب مهم. حلو أرنولد رجع من الإصابة. طيب قاعد تقول شيء كثير ورا بعض كل ما تفهمون بس يعذرون. يلا خلينا نسكر مباراة ليدنج. يلا 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 قول بسم الله. ليدنج فوز، فوزنا 1-0 بهدف من دومينيكو سولانكي. المباراة الجاية من أمام السيتي في كأس الإفل كاب، بس صار ياخذ وقت كثير في تحديد الحقائق. كيف راح نلعب تشكيلة أساسية؟ لستر سيتي عرض لالانا رفض، لالانا باقي في الفريق والجميع راحلون. خلنا نمدح صراحة. طيب نسوي التدريب، خلنا نشوف مين يتطور. حلو صراحة صار 89. جلد يا أبو مكة جلاد، قريب بإذن الله يوصل 90 تصير بطاقة جلد. فيلا نروح مباراة السيتي، راح تكون في الأنفيلد، راح نسكبها، راح نلعب لنا بإذن الله مباراتنا ضدهم في الدوري. فالكربا وكب سابقا في الكب، كل سنة يصير الاسم ذا الكاس غريب. بودقا عرض بالليدز يونايتد موافقين خذوه جائزة ملي دورك. خلنا نروح. يلا يلا يا أخي قدم بالله. طيب جات مباراة مانشستر سيتي، أفضل لاعب في العالم ليفاندوفسكي والله ما يستاهل، أبو مكة أفضل. فيلا نسكب، خسرنا في الذهاب 1-0 من أمام مانشستر سيتي. فراح أقدم ورجع لكم ونخش أول مرة واحدة على مباراة سيتي. فيلا طبعا قبل ما ندخل المباراة هذه التشكيلة عاد رسميا ألكساندر أورنولد، راح رجع في مركز الظهير الأيمن واللعب فابينو محور وميلر في الخارج. فعودة فابينو المركز المحور خلي يدخل على السيتي. الصعوبة عالمي ماطر أو مطر هم يسموها ماطر. 4 دقائق ويلا ندخل على المباراة ونرجع لكم. فرناندينيو حلو فقير روحي صراحة مع طرب الجماهير صراحة صدت فقير يا أخي. بعد بعد يا فقير وبعد كان يمكن جول. اوكي يلا يلا فران فرناندينيو سيلفا أرنولد لكن ثاني تفوق عليه. فاول خطير والله خطير. سيرجيو أغويرو في الترفيه لازم يجيب معه واحد بس ما راح يشوت. وكر الله يا ليسون على التصدي وحش وحش وحش. البرازيلي يا ليسون شوف 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 التصدي والله وحش. ستيرلينج لاعبنا السابق أغويرو ديلي علي حلو يا ليسون سينسيو لالانا حاول في مكان خطير أرنولد ممتاز. الله يا أرنولد لكن إدرسون يصدها. حلو حلو يا أرنولد. سينسيو فقير فيرمينيو راح سينسيو حلو حلو كويس انه صدت فيه. لا صدت يمكن ما هي بكويس فقير. أرنولد قوية قوية خطير عند رحيم ستيرلينج. لا لا انا الصراحة استاهل. ليه افضح فان دايك ليه ليه سهلتها عليه. أنا سبب الهدف سهلتها عليه والله والله. مشكلة يا أخي فقير. ألكساندر أرنولد فيرمينيو لا لا أنا لكن كومباني في التخليص. غويرو لي فترة مشكلة ما لعبت فيفا عشان كذا مع ما نزلت لكم نمط المهل ليفربول
يلا ليوسن نقدر. روبرتسون، فان دايك، فقير، تشامبرلين، فقير، فيرمينيو، فران، أرنولد. غندوغان يخلص روبرتسون. ضيعنا سالي راح نومان فان دايك، روبرتسون، ستيرلينج. روبرتسون يتفوق، عيد الفان او فابينهو، فقير، غندوغان. السيتي خطير. العب فوق محمد صلاح، صلاح، فيرمينيو. صدها ادرسون، مستحيل يا اخي، كيف صدها؟ فران، ادرسون، مستحيل هذا الحارس. اضغط عليه. فيرمينو صراحة ما في أحد هناك يا أخي في اليسار. آخر كورة، لازم واحد يجي. فابينهو، تشامبرلين، ديونغ، فران، مستحيل ضاعت. اطلع يا الحارس، اطلع. لا والله اني زودت عاد، طلع وبلعنا هدف. سيتي زي ما فاز على ارسنال في الدوري الانجليزي قبل كم يوم او قبل امس، زي ما تشوف المقطع فاز علينا 2-0. خلينا نقدم ونرجع لكم. طيب خلينا نقدم المباراة الجاية، راح تكون امام مانشستر سيتي في الكرباو كاب. خلينا نقدم لها. والله فضيحة لو خسرنا منهم عادي، يعني لو تعادلنا راضي، لكن ثلاث خسائر ورا بعض من نفس الفريق، من مانشستر سيتي، احد اهم الفرق اللي ينافسونا، فضيحة. فبإذن الله الفريق قادر على هزيمة مانشستر سيتي. خلينا بس نشوف ايش في اخبار. عرض انتقال لفيرمينيو ب 61 مليون. والله مستعدين نبيع ب 100 مليون، اذا 100 مليون او 90 مليون وفوق او 85 مليون وفوق خلاص كذا، لكن احنا في البداية راح نعرض لهم 100 مليون. ف 100 مليون 68 مليون. طيب 95 مليون و 70 مليون، لا 90 مليون. لا والله رفضوا. طيب لاعب عاد من الإصابة نابي كيت، كويس الفريق بدأ يرجع وبدأ يرجعوا اللعيبة من الإصابات. خلينا نمدح صلاح، نسوي التدريب كذا كويس. إيه هذا القائمة مناسبة للتدريب. فقير زاد حبة، أو في يعني حبة كذا في الطاقات الداخلية. طيب يلا نروح مباراة السيتي، راح نسكبها ما راح نلعبها. الكاس ده ما همني، لكن أنا واثق في الفريق يقدر يفوز بإذن الله. طيب عرض انتقال ستوريج، ما راح نبيعه. مباراة قادم مورينيو، لا ستوريج رفض. ثلاث عروض من إيطاليا كلها رفضناها، ما راح نبيع ذا اللاعب. لاعب باقي في الفريق وباقي في الفريق. فخلينا نجيب هنا أرنولد، استدعنا بكيت في الاحتياط، أو نجيبه حتى أساسي، نعطي الكابتنية لصلاح.
ما في الا لاعب انجليزي الحين واحد في التشكيله اللي هو ارنولد، والباقيين كلهم اجانب 10 لعيبه. عاد كذا دور انجليزي، فخلينا نسكر مباراه السيتي ان شاء الله نفوز فيها. تعادلنا 1-1، كويس انه مخسرنا. فيرمينيو سجل فيها جول. المباراه الجايه من امام استون فيلا في الكاس، وراح نلعبها بذي التشكيله. هذه المباراه راح نستدعي فيها ميلر بشكل اساسي، خلي موسم الاحتياط. فراح نجيب مورينو كذا، خلنا نضبط في التشكيله دقيقه، نجيب مين لولانا. لا الفريق اكتمل كويس خلاص، كل تشكيله مناسبه لمباراه استون فيلا. خلينا نقدم ونرجع لكم. طبعا عندنا مباراه استون فيلا في كاس الامارات، فيلا نسكب ذي التشكيله ان شاء الله نفوز. استون فيلا فريق مو بسهل، لكن فريقنا ممتاز وقوي مع هذا الاسماء. فضيحه لو ما فزنا. شكيري سجل اول. طيب كوداجي سجل التعادل، ما ابغى ذهاب وياب، ابغى نفوز. روبرتسون دخل بدل لوفرين، حلو دحند البديل اللي بدل ميلر سجل جول، سجل الثاني لنا. فزنا رسميا وتأهلنا لدور 16 من كأس الإمارات اف اي كاب. المباراة الجاية راح تكون قدام هدرسفيلد بعد سوق انتقالات. طبعا ما عاد عندنا اي صفقة نبرمها في سوق الانتقالات، ف حتى يعني ما راح اترك فرصة لاخر يوم في الانتقالات، ما راح نجيب اي احد. فريق ممتاز. بودغان لو بنباع، لا ما راح نبيعه. والان خلينا نجيب ونروح لمباراة هدرسفيلد، فراح نقدم ونرجع لكم. طيب حلو، مارك فيتش رجع من الاصابة، فالفريق يوم ورا يوم لعيبة قاعدين يرجعون. نبيع داسل، ما راح يروح الحين، ما اتوقع راح ينباع. كل ست لعب مباراتين اكثر منه، لو صار الحين متصدر توقع فاز فيها كلها. مشكلة والله السيتي اي فاز فيها كلها، فراح تكون هذه تشكيلة المباراة الجاية ان شاء الله نفوز من امام هدرسفيلد تاون. ونقول بسم الله يا رب يا رب نفوز. المشكلة في كرير مود دائما خارج ارضك تخسر، قلت لكم مو يسجل اول. فاز هدرسفيلد 1-0 يا اخي. لما تصير كرير مود انا لعبت كله فوق 80 ما عدا لاعب واحد ارنولد، هم وفي ناس 89 87 86 فريقهم تعبان. هدرسفيلد يهزمني، لكن مشكله والله. استرد جاء عرض من ريال مدريد رفض، حتى راح نحضر العروض عن اللاعب. خلينا نسوي التدريب، توقع الاسم بيصير 88، لكن وش الفائده لو صار 88؟ لكن وش الفائده واحنا ما انا قادرين نفوز على الانديه الصغيره؟ هذه المشكله. الفرق صار الحين 11 نقطة، الفرق مباراتين اللي فزنا فيها 49 52، فرق 5 نقاط. يعني حتى لو فزنا فيها ما راح نستفيد. المباراة الجاية من امام ساوثهامبتون، ويلس كان يوصل العرض، ما راح نعطي العرض اي اهمية، لان الكيغ هذا موسم واحد. فخلينا نسكر مباراة ساوثهامبتون، نقول بسم الله ان شاء الله الفريق يفوز ذي المرة باذن الله. باذن الله راح نفوز. شو تقول لنا باذن الله وفزنا؟ فيرمينيو وسينسيو سجلوا الاهداف. المباراه الجايه من امام توتنهام في الدوري، لكن قبل ما نروح لها مؤتمر صحفي خلينا نمدح فيه صراحه. طيب خلينا نشوف جدولنا في كاس. حلو، رجع المركز الثاني. خليني زي ما قلت لكم نشوف جدولنا في كاس الامارات في كاب مع مين راح تكون؟ مع بولتن. طبعا البطولة ما فيها الا السيتي وتوتنهام، واحنا فرق كبيرة لسه. ايفرتون ايضا
يمكن ينضمون للقائمة. غير كذا تقريبا ما في كربو كب، والله نهائي كبير 6 ضد تشيلسي. فالمباراة الجاية أو ذا الشهر راح يكون عندنا هذه المباريات، بس ما راح نلعبها في حلقة اليوم، ولا واحدة منها راح نخليها الحلقة المقبلة. فبس نسيت المقطع، كان معك في فيرست جيمز، نشوف مقطع ثاني، ورونا دعمك هذا المقطع، مع السلامة.